اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج فوت جول، معاكم محمد اسامه. والنهارده هنلعب فيفا. شفتوا في الحلقتين اللي فاتوا الدنيا كانت عامله معانا ازاي، وشفتوا التصفيات اللي احنا لعبناها. لعبنا تصفيات مرتين وتاهلنا الحمد لله، فخلاص بقت خطوه يعني مش لازم كل مره نلعب التصفيات، فلعبناها اوف لاين وهنلعب مع بعض الفوت او ما تبقى من ماتشات الفوت. عملنا فوت بقى على تويتر، وطبعا للاسف اخترتوا ان احنا نعمل فريق افريقي، فده طبعا هيتعبنا وهيخلينا نصيح طول الحلقه. فخلينا نشوف بقى الحلقه هتبقى عامله ازاي، ونوريكم الفريق اللي احنا عملناه وهنكمل بيه الفوت، وبدانا بيه الفوت وعملنا بيه التصفيات. يلا بينا. مبدئيا احنا لعبنا التصفيات بنفس الفريق وتأهلنا بعد معاناة، والفريق لعبنا بيه 13 ماتش زي ما انتم شايفين كده. ده اللي فاضل لها 7 ماتشات، والسبع ماتشات دول محتاجين نكسب فيهم 4 ماتشات او 3 ماتشات تقريبا عشان نوصل للمستوى بتاعنا الطبيعي اللي احنا وصلنا له اللي هو اليت 3. يعني هنشوف بقى مع بعض، اصلا لو حتى كسبنا ماتشين كمان منهم يبقى يعني الحمد لله. احنا في ماتشات الرايفلز زي ما انتم شايفين كده ما لعبناش الاسبوع ده، والدنيا هاديه والدنيا لطيفه ومركزين شويه في الفوت عشان اول مره نلعب مع بعض الفوت يعني، فحبيت ان انا اخلص شويه ماتشات كده قبل التسجيل. ده الفريق بقى، قابل بقى، خش قابل كده وشوف الفريق عامل ايه. طبعا ده مندي عارفين، واللي بيلبسنا جوان على طول. طبعا عملنا كلوبالي الجامد اللي فرق معانا في الدفاع جدا، رغم ان تجربته ما كانتش اقوى حاجه يعني. عملنا الحاج تابسوبا اللي هو يعني انتوا شايفين الكيمستري عامل ازاي، وشايفين ان هو اصلا مش عايز يلعب مع الناس دي ومش حابب يلعب مع الناس دي، فهنجبره ان هو يلعب معاهم. وكمان عملنا فوفانا الافضل لاعب في الدوري الفرنسي، وطبعا الكارت بتاعه زي ما انتوا شايفين كده مش يعني هو كامكانيات حلوه بس في الملعب مختلف. سكيل موف بتاعته مفيش، الويك فود بتاعته 4 فحلو يعني، الاتريبيوت بتاعته اهي كلها لطيفه يعني مفيش حاجه وحشه، بس الفيجن 85 هو ما عندوش فيجن اصلا، هو ما بيشوفش. عندنا طبعا هنا محرز، وطبعا الحاج ده معانا من بدري فمش هنتكلم عنه. وطبعا حد يقول لي ليه حاطط بيبي مهاجم، هقول لك بص تحت كده عشان الحاج كيسي يجيب كيمستري كويس. انا مش مقتنع اصلا بالتشكيل، وطبعا ما كسبناش بيه ماتشات كتير، بس يعني الحمد لله بدايه كويسه لفريق افريقيا، وان شاء الله مع الجوائز وباقي الحاجه الفريق يبقى احسن. قولوا لنا رايكم بقى في الكومنت، يعني لو عندكم تعديل على الفريق، عندكم حد نجيبه مكان حد، حاجه تظبط لك الكيمستري، حد جامد مكان تبسوبة ده يظبط لنا الكيمستري كده يعني. زي ما قلت لكم احنا فاضل لنا 7 ماتشات هنحاول نخلصهم، او نخلص اللي اهلنا يعني يعني لو لقينا نفسنا خسرنا مش هنكمل، وهندي الماتشات للغلابه ونفتح الجوائز ونشوف كده هيطلع لنا ايه. يلا بينا نبدا الماتشات. انا مش عارف ليه انا بلعب بيبي اصلا، مش عارف ليه فعلا لحد دلوقتي، ومش عارف ليه بلعب بيبي عشان خاطر كيسي اللي هو ما بيعمليش حاجه في الملعب. وكيسي اصلا بيلعب عشان كولوبالي يظبط الكيمستري، فانا مش عارف بقى هنفضل نلعب ناس عشان الكيمستري كتير وفي الاخر الكيمستري تعبانه، ولا هنعمل ايه؟ طب ما انا رحت عليها. اوه حلوة 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 يا اوباميانج. ايوه اتشقلب يا ابني. والله ما فاهم. هترجعونا عيال صغيرة ونحلف تاني على اللعب، والله ما لا تعليق. يعني فوفانا ده جامد في كل حاجة بس بطيء. سيمو
بستهبل بستهبل في فعلا ملهاش حل. لا 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 باينة قوي باينة قوي يعني. حط يا تبسوبة بقى. يلا يا بيبي. حلوة يا أوبا حلوة 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 تعادل. Aubameyang. Mahrez. The attack carried forward, but Real Jesus. Timo Werner. بذمتك بذمتك هل هل ده هيعمل 50 1 2 ويجيب جون دلوقتي ولا اي حاجة؟ ايه بقى حط يا اوبا بقى لا 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 حرام والله والله حرام انتوا اهم حاجه انتوا شايفين المعاناه بنزيما والدون ودي بوينا وسانشو و يا وفوقية ده لوحده يعني حاجة كده. بص انا لعبت ماتش والله جاب فيا 3 جوال 15 دقيقة طول من بقى منطقة الجزاء ما حصلتش ما شفتهاش قبل كده. فاحنا خلاص يعني الدلع جه. ايه ده ايه ده ايه ده جامد جامد جميلة. الناس دي الناس دي حلوة وجميلة و وزي الفل. احنا غالبا هنكسب الثلاث ماتشات اللي فاضله فاضل ماتشين كده تقريبا نكسبهم بنفس الطريقه كده. الناس هتدينا الماتشات وخلاص وجميل يعني. الناس بتحب افريقيا بقى وبتحاول تدعمنا وكده لطيف جدا. انا مبسوط. فاضل لنا نكسب ماتشين بس. من كام ماتش؟ من 4 ماتشات. انا عايز اكسب ماتش بمجهودي وحد تاني يديني ماتش والماتشين التانيين يعني مش مشكله. لو كسبناهم في الاول نديهم للناس برضه زي ما هم ادونا ماتشين كده نديهم ماتشين تاني. فوكيه بس ما دي معني ما بقى مش رونالدو فاهم بيغير عشان ما يزهقش ومعاه خط نص يعني ما خلاص ما ما ما, 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 ما تحاولش. يلا للمعاناه. My name is Derek Ray and I'm joined for commentary by the former Arsenal and West Ham player Stuart Robson. And what we have coming up for you is our continuing coverage of the Champions League. من ساعة ونص مثلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده عدى من نص. فكرونا اعيد لكم اللقطة دي بعد الماتش. يلا يا عمو. يلا يا عمو. طب ايه؟ ايه؟ حلوة يا كيسي حلوة يا كيسي. محرز بطيء. حط يا محرز. كوندي مش هتكلم بقى. حاسس ان هو كلاكيت. خد الكورة هات جون. كلاكيت كلاكيت كلاكيت. خلص الشوط الحمد لله. Plenty to consider based on what we've seen so far as the second half begins. Aubameyang. طب ده وقت لاج. ده وقت لاج بذمتك يعني. خلاص الواد ضاح بهجمه وهيجيب جون. ده وقت لاج. ايه بقى ربنا يكون وشك يا ابو سلام.
everyone, the weather forecasters promised us a very pleasant day for football, and that's exactly what we've got. يعني انت كده هتلحق تجيب جون بسرعه او تخطفه كده يبقى انت جامد بقى. And my expert analyst, as always on these occasions, is Stuart Robson. And on the menu, live coverage of the Champions Finals. What do you anticipate seeing, Stuart? Yeah, Derek, they need Emerick. طب يلا يا بيبي بقى. Pepe. Kessié. Must take the lead here. حط بقى حط بقى يا اوبا بقى. حلوه حلوه قوي. حلوه يا رب يلا. اكسب فيها ثواب بقى والعبها عدل. حط بقى يا اوبا حط حط حلوه حلوه. حط بقى حط 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 خشي. حلوه 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 يا فوفانا يا لعيب. ايوه بقى ايوه خلاص. حد جاب جول غير اوبا وجا جول عجيب بس مش مشكله بس المهم ان احنا كسبنا. كده فاضل لنا ماتشين محتاجين نكسب منهم ماتش واحد. يلا بينا بقى كده ايه نكسب ماتش من الماتشين دول وننجز بقى. هنجيب نفس الجوائز اللي جبناها في الفريق الاسباني يعني دي حاجه تبقى صعبه قوي يعني كسبنا 7 ماتشات. ومحتاجين ماتش كمان هنبقى جبنا الجوائز اللي جبناها بالفريق الاسباني. فريق كويس في كيزا سريع شويه بس يعني ماشي وجريزمان برضه جامد بس حلو يعني في المتناول لو في متناول الفريق بتاعنا لو كويس يعني. Well, Derek, they were excellent last time out, taking all three. Yeah. لا يا حسن لا يا حسن ما مش انت اللي يحصل فيك كده حسن. What do you anticipate seeing from him today? Oh, can he finish it here, Derek? How did he stop that? It's a short corner. Cuts it back. What an important piece of defending. هيلحق طيب هيلحق ايه ده؟ حط 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 حلوة يا اوبا يا لعيب. والله مع يعني عايز ال 11 لاعب كلهم اوبا بقى عشان نكسب. حلو حلو. حط بقى يا اوبا حط يا اوبا الله. ايه ده ايه ده مش شوط لطيف نكملها بقى عشان ننجز هيبقى عملنا انجاز والله عملنا انجاز بالفريق ده ما فيش. انا حاسس كيمستري مخليه الفريق فيه لعيبه جامده بس كل واحد لوحده مفيش حد بيفتح للتاني خلاص هي الباصه اتعملت ابدا بقى انت وسع لنفسك ورجع لورا ولف زي ما بيعملوا عشان تفتح لحد تاني ان هو ياخد الباص يعني. حط اوه حلوة 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 ثلاثة 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 والله ظلمنا منتخب افريقيا وطلع هيعمل الانجاز. حلوة تبسوبة لا لا مش دلوقتي خلاص هاني هاني ده الجل حط بقى جون حلوه خلصت هاتك اوباميانج كده اقل ماتش بيجيب له هاتك كده عادي حلوه يا حسن حلوه يا حسن جميلة يا حسن. حسن ده بيعمل معاه اللي الدفاع كله ما بيعملوش. خلاص بقى خلصت يلا. صفر بقى. احنا خدنا ماتشين فندي ماتش. والحمد لله عملنا اللي احنا محتاجينه من الماتش كله مش محتاجين اكتر من كده يعني. يعني أول مرة هنفتح جوائز الفوت مع بعض فأتمنى يبقى فيها سسبنس
خدني يا سيدي، هات لي حد مثلا عارف الناس متضايقه ان هي بيجي لها دبليو باريس سان جيرمان ارجنتيني، هات لي حتى ان شاء الله دي ما ايه اي حاجه. قاعدين بندور على ماتش، مش هيجي لنا ماتش بقى عشان ده اخر ماتش ومش عايزين جاي لها. تمام بنفيك عشان الواجب اللي عملتوه مع برشلونه، حظك حلو هتاخد ماتش كده يعني. Everyone, it is an absolutely splendid day for football, and we're looking forward to the game. I'm Derek Ray, and joining me to provide expert analysis is Stuart Robson. He's in here. Well, the keeper was called upon, thwarting him. He might yet finish, and there it is, the opening goal. تم بحمد الله 20 ماتش كسبنا اللي احنا عاوزينه منهم، وهيجي لنا الجوائز اللي احنا عايزينها، بس مش هيجي لنا اللعيبه اللي احنا عايزينها من الجوائز اللي احنا عايزينها. جامد. مش هنتوتر بقى لان احنا اصلا مش عايزين حد، فعندنا واحد من اربعه، بس انا مش عارف اصلا هيطلع لنا. ناخد ريت بقى، ناخد اعلى ريت فيهم. ايه ده؟ ماشي اجبونا يعني، هات حد ريت عالي. طيب حلو تشيزني حلو 88 جميل. دول بقى يجيبوا لنا الاثنين لعيبه اللي احنا عايزينهم. الفوت الجاي هيبقى الفريق اقوى شويه. عندنا باك ب 100,000، وعندنا باك تيم اوف ذا ويك. تيم اوف ذا ويك ده يعني انا عايز اللي يطلع لي منه هيطلع لي فلوس يعني 30,000 هنعمل كوت سيل ليهم وخلاص. والباك ده نفسي يطلع لي منه حد غالي او يطلع لنا حد يتلعب بيه. فنفتح ايه الاول؟ نفتح تيم اوف ذا ويك الاول. يلا بينا. مين ده؟ ندومبلي. حلو ندومبلي بس غالي ندومبلي. يلا بقى، هو الامل كله في الباك ده. يا نهار اسود، يعني هو ده اللي احنا قعدنا نلعب ونصيح عليه وفي الاخر يجي لنا الناس دي. خلصنا وخلصنا واللعيبه خلصت والجوائز خلصت وما طلعناش حد والصياح بلا هدف، يعني قعدنا نصيح وفي الاخر كسبنا الثمان ماتشات، وبعد ما كسبنا الثمان ماتشات طلع علينا الجوائز ما طلعناش منها اي حاجه على الابيض. فالحمد لله كانت تجربه لطيفه بالفريق ده، وقدرنا يعني ان احنا نظبط اللعب شويه، وقدرنا في الاخر ان احنا عارفين الفريق محتاج ايه. شويه الفلوس اللي كسبناهم ممكن نقدر بيهم نظبط الفريق بحيث على الفوت اللي جاي ننافس بقى، نحاول نكسب 12 ماتش، وده طبعا صعب جدا بس نحاول يعني يبقى عندنا هدف. بس دي كانت الحلقه النهارده، واشوفكم في الحلقه الجايه.